في أي مجتمع التغيير بيحتاج قرار، والقانون بيحدد الإطار. أصدرنا قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبعاً دي خطوة كبيرة، لكن الأهم إن نظرتنا تتغير. بالقانون من حقك تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة بعد الكشف الطبي والوظيفي. بالقانون ليك حق في التعليم. الخروج والدخول في أي مكان لازم يبقى سهل. وانت بتبني طبق كود الإتاحة. بالقانون من حقك فرصة عمل. بالقانون ممكن تجمع بين معاشك ودخلك من شغلك. الأهم إن نظرتنا تتغير. مع بعض نقدر نحول الإعاقة لطاقة.